تمرين كذا بس بسيط، مو بس للجمهور، انتم ايش تسوون؟ نبي نسولف بدون حرف الصاد. تم خلاص. انا ببدا معاكم ان شاء الله باذن الله بعد اسبوعين، بعد اسبوعين تقريبا راح، او لا الاسبوع الجاي راح يكون اليوم الايش الوطني. ايش رايك؟ والله اي نعم، فانتوا اكيد مستعدين. وش تقول عن الوطن؟ والله اني فلا ادري بدون حرف الصاد. ايه يلا. ولكن ودك تفتح الموضوع كامل؟ سولف واي شيء، يعني حتى لو تغير الموضوع. الحمد لله يوم الوطن، والله اني مستانس، بس كان ودي ان ابو عبد الله يطلعنا يوم الوطن، خلنا نشوف العالم ونشوف الدنيا برا، ولكن الحمد لله. تقدر تعيشونها هنا؟ تقدر تعيشونها؟ لا اقدر نعيش هنا، ولكن ما هو مثلنا برا. ما شاء الله تبارك الله، ها كمل. الصراحة أنا فخور، ويعني اللهم لك الحمد. طول ما قال الصراحة، قال الصراحة؟ آه. شكراً. أي أبغاك قاعد يدقق يا جماعة، مش أجل أحد يجامل. يلا اللي بعده. في الحقيقة أحس بيخ مشاعري يعني. الحقيقة تكلم بلهجتك العادية، لا تعطيني بروتوكولات. لا أنا رحت بها حلو، كان الجو حلو، أمطار. لا توقف، كنك في خطبة. الحزام شربت شاهي حلو، تمشيت إلى يوم الجمعة، رجعت إلى المطار، اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير، والله ما نبي إلا رضاكم لأجلكم.